الله ونشكره. السلام. عاد العمدة اليوم وإن شاء الله جاي بالأخبار انزين. قلت لك أسبوع حافل، أسبوع حافل. يا سلام. انطلاقة برنامج شاعر القمة اللي يتيح باليوم. اليوم اليوم. اليوم حاضر بحاضر خير بر عاجلة. يا سلام. اقدم المقال اتجه. اتجه. ويتيح فرصة للشعراء. وفيه طال عمرك لجنة الموقرة. اللجنة صحيح الأسامي اللي ذكرها. يا أسامي طال عمرك. يعني طلعت. كذا طلعت استاذ البروم قبل شوي. الشاعر العرب سلطان الهاجري. والشاعر الكبير وصل العطياني. يا سلام. والشاعر الكبير كذلك معتق العياضي. ونعم فيهم كلهم. وإضافة إضافة للبرنامج ونقول الله يحييهم تحية المطر وبشركم أن المقدمين والمتسابقين نخبة. اللي بيجون نخبة وإنهم في ضيافتكم نقول مرحبا يا مرحبا بهم ألف ومليون وغردوا وش في خطة لكم يا طول عمر وعطوني أراءكم وعطوني الله يحييك والله بالنسبة له بتعدين على أخواني لكن بما أني أواليك أبي أجاوب من قريب يا سلام الجائزة ربها الجائزة ودي أني أصرح لكنها معلومة أن تطلع إن شاء الله أمام الملأ قيمة يعني أكيد أنها بتصير قيمة يعني قيمة قيمة أكيد حلم يصبح واقع في قناة الواقع قناة الواقع يا سلام والله برنامج كاريزما يا سلام شوف بالنسبة للمسابقات هي توفيق من الله لكن بعضهم موهوب وعلى ما قالوا الأولين يبرك على حظه بعضهم شاعر ومبدع ويجمل نفسه ويجمل لابته لكنه متردد أنا قبل فترة أسمع بقناة الواقع والبرامج واللي نجحوا واللي نجحوا واللي نجحوا أعرفهم أنا شخصيا قبل يدخلون وبعد ما يدخلون يدخل إنسان عادي يطلع نجم وفيني رهب أني ما أقدم إلين قدمت وعز الله الحمد لله رب العالمين راضي إن شاء الله على اللي صراحة. قدمته والجاي إن شاء الله خير في الشعار فيه ناس مبدعين واثق من شاعريته واثق من اللي هو بيقدم وتعينه باركن على حظه المشكلة مع أنها يبي لها بس حاط عذره ما يحب ظهور الإعلام والشعرية تبغى ظهور الإعلام يحسب الإعلام بيجي في بيته هم جاية هما ذاك الأول يوم يقول سعي عبدي وأنا سعي معه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا في لابق نعم. أنت ليش والعز يوم يغامر الرجل دونه دون كلام وهذه من المغامرات اللي عز الله أنها أشوفها ناجحة يعني الشاعر حتى لو إنه يجي هو أصلا الكاميرا يجي في الواحد رهبة منها معنها اليوم أنك خذيت معها يوم واحد غدا عندك كوشن عادي لا عاد فيه رهبة ولا عاد فيه شيء مبدع ويجمل نفسه ويجمل لابته ولو انه قدم على ذا الشيء بعيله جماهيرية خطوه جميله وحنا نعرفهم والله والله اني اعرفهم ودحين نجوم وما شاء الله تبارك الرحمن خطوه جميله اتمنى لهم التوفيق والله يكتب لنا الله يوفقنا انا اقول وقت عواردك تسمح للعمده يعطيك العافيه خطوه جميله ورائعه انك تجرب موهبتك وامام شعار يعني لهم صيت ولهم اسم ولهم مكانتهم وبتستفيد وتصقل موهبتك وتظهر اعلاميا هذا يزودك ما ينقصك طيب. ولا اظن فيهم ان من الشعر الى حكمه نعم ولا اظن وإن وش يقول ان من ان من الشعر الحكمه وان من البيان سحر وانت تعال وجمل واخرج ما عندك ما يضرك ان زادك ولا منقصك وفي قناه طال عمرك مليونيه وامام لجنه طال عمرك موقره وعند رجال طال عمرك يقول مرحبا ومسهلا بس يقول تعال هلا وغلا عين الفراش وفوق ذلك دخوله هنا حتى يحصل المجتمع لا حتى المجتمع اللي كان معه من أول بما أنه يدخل المسابقة تعين ذا يكلمه وذا يدق عليه وذا وذا لأنك غيرت في حياتك وعندك موهبة وشافوا موهبتك يجي لك فلان معجب في قصيدك فلان معجب بحضورك فلان فلان وهذه والله زين اللهم صل وسلم أول شيء شعر القمة أنا متابع من زمان كيف مواهب قوية لكن أنت تكلم عن شعر العرب سلطان الهاجري بعيدا عن الرهاب وبعيدا عنك انت ما تمارس انت قدام اللجنه هذه حتى لو موهبتك يا طويل العمر مو تبون ان شاء الله ما جينا ما في شك انت بعض المرات الشعر يجي خمول في قريحه لكن شغل اليوم قدام خلاص ما مع